احتضنت أكاديمية الصحة الخاصة بالدروة صباح يوم السبت الماضي فعاليات الأبواب المفتوحة التانية، قدم فيها المدير البيداغوجي للأكاديمية طاقم الإدارة والتكوين ورد أطباء وممرضون مجازون لهم خبرة عشرات السنين على تساؤلات الطلبة والأباء بخصوص التكوين في شعب ممرض متعدد التخصصات وممرض مساعد بالإضافة إلى مساعد معالج. هذه أكاديمية الصحة الخاصة وهي مرخص لها من طرف الدولة لتكوين الممرضين والممرضات. التلاميذ اللي عندهم تسعة إعدادي تيتكونوا كمساعد أو مساعد معالج، والمستوى الثقافي ديالو هو القسم الرابع أو ما يسمى التاسعة. بالنسبة للناس اللي عندهم مستوى بكالوريا تياخذوا الدبلوم ديال ممرض مساعد لمدة سنتين ديال التكوين، واللي عنده البكالوريا فما فوق تيقرأ مدة 3 سنوات وتياخذ ممرض متعدد التخصصات. نتمنى المستقبل الزاهر لجميع التلاميذ واللي غادي يدخلوا لهاد المدرسة، ومرحبا بالجميع. Je viens d'assister cette réunion de présentation du programme de l'institution de santé privée pour la formation des jeunes cadres pour les métiers d'infirmerie. Sincèrement, j'étais amplement surpris par la richesse du programme, par la qualité des formateurs, par la qualité des présentations qui étaient riches en termes de, bien sûr, du contenu et du potentiel qui ouvre pour l'ensemble des étudiants. Sincèrement, je trouve que c'est un programme qui répond parfaitement aux besoins du marché. Et je souhaite la bienvenue à tous les familles, à tous les étudiants, pour qu'ils bénéficient d'un programme vraiment très important, très riche et qui répond parfaitement aux besoins du marché. وزار الحاضرون مختلف مرافق المؤسسة الحاصلة على ترخيص من التكوين المهني بعد موافقة وزارة الصحة، إذ وقف الآباء والطلبة على تجهيزات القاعة التطبيقية وحجرات التدريس.